طبعا مجسمات السفن اخذتها عن طريق والدي هو اللي علمني الشغله، بس بوقتها كانت بسيطه، يعني مثلا عده بسيطه كمنشار ومبرد وبس، يعني شغلات بسيطه اللي هي من ضمنها الغاره واللواصق هاي المعروفه يعني. بعدين طورت صرت يعني اشتغل السفن الواقعيه الموجوده اللي تمشي في شط العرب وتمشي بالخليج العربي. وانا السفينه تتراوح حسب نوع الخشب، اكو مثلا خشب نوع عادي، اكو خشب الصاج، طبعا هو احسن خشب اللي استخدمه انا الصاج القديم اللي مال البيبان والشراتيب القديمه اللي مالت البيوت قبل، فبينتهي مديرها يبيعونها، انا اشرحها وابدي اشتغل عليها اللي هو هذا. فهذا يصير بتكلفه غاليه، لان انت الخشب اللي تشتريه اغلى من السفينه نفسها، اضافه الى التعب اللي تتعبه انت على هاي السفينه.